قبل الانتخابات كانت الناس يا فندم، قبل الانتخابات الناس كان بيجيب جزمه بجزمه حديقه الاطفال ويدلقوا الرمله من رجلين العيال. النهارده النادي اتنظف وبقى محترم. ايه ده؟ انا في النادي ده من اكتر من 50 سنه. بنحاربهم ليه؟ الله، ناس عملوا فلوس وفي فائض في الخزنه، كنا على طول مديونين. بنحاربهم ليه؟ فتره حسن حمدي. الجمعيه العموميه حابب تقول ايه لاعضاء الجمعيه العموميه النهارده؟ بنحاربهم ليه؟ بنحارب الناس اللي ناجحه وماسكه النادي ليه؟ عشان ما استفدناش منهم؟ هو لازم نستفيد؟ الله، احنا لازم يعني ايه؟ يعني لازم اخد منصب عشان ابقى راضي عن اللي في المجلس؟ لا حاجه. اللائحه خلينا في اللائحه. حابب تقول ايه لاعضاء النادي الاهلي؟ اللائحه لازم احنا اللي نحط اللائحه. احنا اللي نحط اللائحه يا فندم، بالراحه. احنا بنتكلم عن اللائحه دلوقتي. نحط اللائحه، اعمل لقاءات يا عم مع الناس دي. الناس دي عايزه تتكلم. ما هو الراجل اهو عايز يطلع في الكاميرا اهو. طلعه كمل. طب الاهلي مش عاوز كلام. الانجاز بتاعه يا اخي، انت بتخش في وقت مش يا جماعه. انا عايز حد بقى يجي يتريق عليا لما يشوف الفيديو ده. انا عايز بقى حد لما يتزع ده يجي يتريق عليا، عشان اقسم بالله ما يحصل له كويس. بس يلا، رسالتك لاعضاء الجمعيه العموميه، عشان اي حد هيتريق عمره ما قعد في النادي الاهلي زيي، وعمره ما لعب في النادي الاهلي. انا كنت باجي يا ابني بقعد بس لمجرد ان اقعد في النادي الاهلي بس، لا كنت بلعب ولا كنت بتنيل. انا من ايام ابويا، من ايام الملك في النادي ده، فاهمني؟ كان من أيام